في البداية أشرف السيد الفريق على التدشين الرسمي للشركة ليستمع بعدها إلى عرض شامل حول مهامها الأساسية وسير عملية الإنتاج بها قدمه مديرها العام، يتفقد عقب ذلك مختلف الأقسام والورشات والمخابر للإطلاع عن كثب على مختلف التجهيزات الحديثة التي يحوزها هذا المركب الصناعي الهام الذي جاء ليدعم بقية وحدات الديوان الوطني للمتفجرات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، والتي ستلبي جميع احتياجات القطاعات المستعملة لهذه المواد ذات الجودة العالية وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا في شتى المجالات التكنولوجية والتصنيعية والأمنية وحماية البيئة. السيد الفريق التقى بعد ذلك بإطارات وعمال الشركة، حيث ألقى كلمة توجيهية قدم فيها تهانيه على هذا الإنجاز الهام الذي تدعم به قطاع الصناعات العسكرية بصفة خاصة والصناعة الوطنية بصفة عامة. إننا نعتبر هذا المركب الصناعي الهام والحيوي محطة صناعية كبرى من محطات الهامة التي استطعنا أن نجسدها على الأرض الواقع، التي تمثل امتداد متميز لخطوات العملاقة التي قطعتها الصناعات العسكرية في سنوات ماضية. قد استطاعت هذه الإنجازات الصناعية العسكرية الناشئة أن توفر أكثر من 30,000 منصب شغل، مما ساهم بفعالية في تلبية الاحتياجات قوتنا المسلحة وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد، وهي ثمار تمثل أصدق شاهد على الجهود البذولة وعلى المقاصد النبيلة المتوخاة. السيد الفريق أكد أن الجهود الحثيثة المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تطوير وترقية الصناعات العسكرية تندرج في إطار المسعى العام الرامي إلى تطوير كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي وفقا للرؤية الاستراتيجية المتبناة من قبل القيادة العليا. لقد توخينا ونحن نجتهد بمثابرة شديدة ليل ونهار، ونعمل وفق لتوجيهات فخامة سيادة الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على صبر أغوار أهمية اتسام عملنا في كافة مجالات المهنة العسكرية المنهجية، والانتظام أن يتصف بالإرادة العازمة إلى تحقيق النتائج المرجوة، حرصنا على مواصلة الدرب تطوير كافة مكونات صناعاتنا العسكرية ونجعل منها مثالا حقيقيا للعمل الناجح الذي يؤتي ثمره إذا كان ثمرة الرؤية التطويرية بعيدة النظر. هذه المهام التي ثمنها فخامة سيادة الجمهورية، الرسالة التي وجهها الأسرة الإعلام في عيدها الوطني بخصوص الجيش الوطني الشعبي. بعدها فسح المجال لتدخلات إطارات ومستخدمي الشركة الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم على الرعاية الخاصة التي حظيت بها وحدتهم، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهودهم في سبيل جعلها إحدى مفاخر الصناعات العسكرية في بلادنا.